نروح لموضوع تاني، والحقيقة إنه مصر فيه عدد كبير من المتاحف، إلا إنه بالرغم من ده كان يعني في متحف كده كان لي حلم لينا إن احنا نشوفه، هو متحف رموز ورواد الفن. مين فينا ما تمناش إنه يشوف ملابس يوسف وهبي، عود سيد درويش، مقتنيات أمينة رزق وغيرها من المقتنيات؟ الحلم ده بقى واقع امبارح بافتتاح اول متحف لرموز ورواد الفن. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن هذا المتحف من الفنان ياسر صادق، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبيه. صباح الخير يا فندم، واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا فندم، اهلا بيك. طيب لا، في البدايه كلمنا بقى عن تفاصيل المتحف، المتحف فين، مكانه ايه، ايه اقسامه، مواعيد زيارته، لا يعني قلنا التفاصيل الكامله بقى يا فندم لو سمحت. هو المتحف هو متحف رموز ورواد الفن المصري، ده تابع للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبيه. مع علي الوزير والاستاذ خالد جلال وقيادة الوزاره ومجموعه من الفنانين المسرحيين الحمد لله. المتحف غايه الاهميه لانه في حفظ التراث المصري لرموزه ورواده عندنا من المقتنيات الهامه جدا، اللي كان شغلنا الشاغل ان احنا نتاحها للجمهور. بس كان في الاول عدد المقتنيات قليل جدا. الحمد لله تبصرة وتعاملنا مع جمعيه ابناء الفنانين برئاسه المستشار ماضي توفيق الدقن، امنوا بالفكره واقتنعوا وسلموا المقتنيات ابائهم واجدادهم وذويهم. وصل عدد المقتنيات دلوقتي ما يفوق ال70. عملنا أجنحة متحفية أخذت فيها الملابس والمقتنيات في المسارح الدولة، المسارح اللي قدموا فيها الفن العظيم ده، ونظرا لخطة الدولة في توسيع العدالة الثقافية عملنا الأجنحة في محافظة كل في عاصمة كل محافظة، عاملين لغايه دلوقتي 18 جناح. وودنا بقى المركز الرئيسي المرحله الكبيره جدا اللي هي الحديقه المتحفيه بتماثيلها بصورها بتنوعاتها جميعا عشان تصاحب تواكب الانشطه الفنيه المصاحبه للمتحف. والغرفه الرئيسيه للمتحف مكونه من 4 غرف كبار فيها بقى المقتنيات من الاقدم، يعني من 1870 لغايه 1930. في طبعا زي ما حضرتك تفضلت عود سيد درويش الاصلي فنان الشعب طبعا، وعصايته وطربوشه ووثيقه جوازه من جليله، عود الفنان والملحن داوود حسني، ونوت موسيقيه مكتوبه بخط ايدي، وطربوشه وعصايته وخواطر بخط ايده ورسوماته شيء غايه الاهميه. اسطوانات تراثيه ترجع تاريخها ل 100 سنه و 120 سنه للفنان ابو العلا محمد، سلام حجازي، سيد درويش. كتب في التراث الموسيقي، مخطوطات مؤلفين مصريين من كتاب المسرح، مخطوطات بخط ايديهم زي استاذنا مارونا النقاش، بديع خيري، ابو السعود الابياري على سبيل المثال، مخطوطات ترجع ل 120 ويزيد كمان. عندنا اعلانات ومنشورات اللي اتعرضت لاعلانات المسرحيات والاحتفالات الموسيقيه في الملاهي والكازينوات تفوق ال 120 سنه من بروزه ومحطوطه. عندنا صور تراثيه غايه القيمه. عظيم عندنا جدا. الملابس زي ما حضرتك تفضلت مع كل هذه المقتنيات يا استاذ ياسر، هل في نيه للتوسع؟ لانه بكل تاكيد احنا كل عصر ليه رواده. طبعا يا فندم، علي وزير الثقافه امبارح امرت بالتوسع الفوري، ان شاء الله هيعد الطابق الثاني والثالث للمراحل المتقدمه بعد كده، يعني بعد 1930 كما فوق، بالاضافه الى انه هيفتح للجمهور فورا بتذاكر مخفضه. يا دوبك احنا ان شاء الله على الاسبوع الجاي تكون طبعت التذاكر، تذاكر مخفضه جدا، الاجانب ليهم سعر طبعا، الشعب الانجليزي له سعر مخفض، التخفيض خاص للمعاهد والكليات المتخصصه، وابنائنا من المقدرون ذوي الهمم وكبار السن مجانا دعم من وزاره الثقافه.
مجهود كبير جدا طبعا يا فندم. نشكر حضرتك جزيل الشكر الفنان ياسر صادق رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية.